شاء الله يكون في صوره نعمل فيديو بالديجيتال كاميرا واحنا مع سياده السفير دي. بكره وبكره في القطر نقول احنا رايحين. اه طيب خلاص كده الايف ورانا ناس وبتاع احسن. بس خلي الشمس تبقى عليك يعني دي ايه كده. احنا هو وصلنا بالسلامه مدريد النهارده واحنا مبسوطين قوي ان احنا جاي لنا فرصه كده نمثل مصر في بها اسبانيا اللي هو جزء من بطوله العالم للراليات 2011 ودي اول مره في تاريخ مصر ان مصري يشارك في السباق ده واحنا مبسوطين قوي متحمسين. هنا هو في موترلاند مبسوطين جدا الصراحه من المنافسه اللي هنا يعني صراحه منافسه عنيفه جدا في كذا عربيه كذا ماركات مصانع في ميتسوبيشي في تويوتا في بي ام دبليو. احنا صراحه اول مره في حياتنا نشوف المنافسه المنظر ده. هادي مسيو فتيل ليجند مسيو فتيل دلوقتي لسه حالا مخلصين الفحص الاداري والفحص الفني كان في يمكن مشكله صغيره في الفحص الفني ولكن فريق الماني يشكر يعني ساعدنا وادانا الحاجه اللي كانت ناقصانا. احنا جينا هنا عشان نعمل اللفه الاستعراضيه اللي بيسموها سوبر سبيشال ستيج اللي هي حوالي 7 كيلو بيسمحوا للمتسابقين ان احنا نخش جوه اللفه دي بس من غير العربيات يا اما على رجلينا او بفيسبا او موتوسيكل صغير عشان نشوف الطريق. للاسف طبعا احنا مش مجهزين زي الفرق الكبيره ولا معانا فيسبا ولا معانا موتوسيكل صغير فانا عرفت اقنع حد اركب وراه واشوف الطريق. محمد علي ما حبش يعمل كده عشان هو معاه الرود بوك والخريطه وهو طبعا عاوز ياخد ملاحظات عن الطريق باتقان اكتر شويه فهو فضل ان هو يتمشى 7 كيلو على رجليه. انا خدت لفه دلوقتي في البرولوج اللفه الاولانيه اللفه الاستعراضيه واللفه شكلها محتاجه تركيز فيها ملفات ضيقه فيها حتت محتاجه سرعه فيها مطالع صعبه فيها حتت غرقانه مليانه فشفش زلط الارض نوع الارض متنوعه في زلط وصخر ورمله وحاجات كثيره جدا فمحتاجين نركز وهي مش صعبه قوي بس مش سهله برضه في نفس الوقت فمحتاجين نركز شويه حلوين علشان نقدر نعديها بسلام ونقدر نحقق مركز كويس عشان السبب. احنا هو دلوقتي رايحين نبتدي الجوله الاستعراضيه سوبر سبيشال ستيج احنا جاهزين اهو وربنا يستر يعني هنعمل كويس ان شاء الله. حوالي 120 130 كيلو دول بيبقوا مجرد وصله مش بيتحسبوا. اوكي tomorrow more yeah yeah tomorrow is going to be a big race inshallah. اوكي good luck. Thank you very much. Thank you. احنا النهارده هنبتدي المرحله الثانيه او المرحله اللي بعد المرحله الاستعراضيه. النهارده عندنا مرحله اليوم كله حوالي 600 كيلو. خلصنا المرحله الاولى بتاعت النهارده النص الاولاني بتاع المرحله. احنا امبارح الحمد لله عملنا كويس احنا كنا يعني فاكرين نفسنا متاخرين شويه ولكن الحمد لله طلعنا ان احنا سبقنا 18 مركز. احنا ابتدينا في المركز ال 65 وخلصنا في المركز ال 47.
هنبتدي المرحلة الثانية وربنا يستر ان شاء الله نعمل كويس. هو في عطل ميكانيكي دلوقتي مش عارف لو هنعرف نصلحه قبل المرحلة ولا لا. ربنا يستر. احنا بجد مش نفسنا ان المشوار ينتهي هنا. احنا نفسنا ان احنا نخلص ونعمل الهدف اللي احنا جينا عشانه وهو ان احنا نخلص السما ونرفع راس مصر. C'est fini. Dis à tes amis arabes. Il y a des fish partout. Fish كل حتة. خلصنا. احنا وصلنا. قول بقى كل اللي انت قلته تاني. وقول 60% وقول احنا سبقنا 5 عربيات طلعنا 5 مراكز. احنا خلصنا السباق امبارح بالليل الحمد لله وجينا دلوقتي راجعين لمدريد. احنا النهارده احنا امبارح خلصنا السباق الحمد لله. ترتيبنا العام في الاخر في الفئه بتاعتنا اللي هي الدفع الثنائي خامس ودي حاجه جامد. تقول كله تاني قول واحنا مبسوطين من النتيجه دي رغم ان اليوم التاني الفشفش ده تراب ناعم جدا بيطير في الهواء طبعا مع العربيات مع السرعه والعربيات عامه وبعدين كذا عربيه ماشيين في نفس الطريق بيبقى مترب الطريق بيبقى مترب قوي التراب بيغطي كل حاجه. انت اللي مترب وفنان ويعني موسيقار ايه يعني وحش قوي.